والسلام عليكم، ازيكم يا صحابي، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. يعني لكم النهارده فيديو جديد من افضل اعدادات هيت شوت. قبل بدايه الفيديو يا صاحبي، لو انت ولقيته مش لاقي اعدادات الهيت شوت بالنسبه لنوع موبايلك، اكتب نوع موبايلك في التعليقات وانا اعمل لك فيديو بشرح فيه الاعدادات او التركات الخاصه بالهيت شوت في موبايلك. وقبل بدايه الفيديو الشرح، ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتعمل لك للفيديو وتشارك القناه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. ويلا بينا. ودلوقتي يا صاحبي، بعد ما تطبق الاعدادات اللي قلت لك عليها، يبقى فاضل لك حاجتين بس. اول حاجه هي التدريب، وتاني حاجه هي الطريقه الصحيحه لرفع الايد. اول حاجه يا صاحبي، هتدخل تدريب كتير عشان التدريب هيحافظ على مستواك وهيساعدك على التطوير. يعني اقل حاجه يا صاحبي تلعب جيم تدريب بس واحد كل يوم، او على حسب بقى انت بتلعب كام ساعه في اليوم. بعد كده يا صاحبي هنيجي على تاني حاجه وهي اهم حاجه، حتى لو اعداداتك مظبوطه وبترفع الايد بطريقه غلط مش هتجيب هيد شوت. وهشارك معاكم دلوقتي يا صاحبي الطريقه الصحيحه لرفع الايد. ودلوقتي جينا يا شباب لأهم حاجة، حتى لو اعداداتك مظبوطة وبترفع عليهم بطريقة غلط مش هتجيب هيد شوت. هترفع عليهم يا صاحبي زي ما شفت كده، بطريقة دائرية، طريقة دائرية أو مثلا زي حرف الجي أو علامة الصح، هتظبط معايا. وإن شاء الله يا صاحبي في أقرب وقت هعمل لكم فيديوهات إزاي تصنعوا الإعدادات الخاصة بكم، يعني إزاي بعد كل تحديث تظبط إعداداتك بنفسك من غير ما تلجأ لأي حد أو تفتح يوتيوب. وكده يا اصحابي خلصنا الفيديو والشرح. ما تنساش تتابعوني على انستجرام وتتابعوني على تيك توك، ونزل لقطات جلد هناك كويسه، وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده وتشارك القناه مع اصحابك عشان الكل يستفيد. واخر حاجه يا اصحابي، ولا اي حد فيكم في وقت فراغه وحابب يساعدني في المحتوى اللي احنا بنقدمه، يا ريت تكلمني على انستجرام او الافكار او الحال كويسه ان احنا ان شاء الله نقدم محتوى افضل. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.